الموسيقى وزعنا الكمبيوتر زي بس فيديو اليوم راح يكون عرض مشتريات لا نعيد استنى واحد اثنين ثلاثة كيف هاي سارة طبعا لفة شوف يا سارة وجيهم الشنطة شوف الله الله طيب هاي لبس مالك أشوف بجنين شو معك يا عيني يا عيني يا عيني أجي نبغى الساعة شوف الله الله قديش ضايل للعيد أنا لبستها يوم أنا لبستها وبخليها عيني مشخص كيف انا كيف كثير اسلم عليك يا بابا مش اللي صار مش اللي صار برج كما نشاهد عشرات الاطفال عشرات الاطفال نعم ايش اللي صار ايش اللي صار ايش اللي صار بعرفش انا تو صاحي حذروكم لا بعرفش انا تو صاحي استهدافات جديدة الآن الآن استهدافات استهدافات جديدة الحالة هنا مأساوية للغاية هالة زعلانة قال عشان في قصف وأنا بدي أحاول إيش اليوم بدي أحاول يا جماعة أبسطها وأجيب لها الشمس في عينينا يا بابا بدي أحاول أجيب لها إشي يبسطها إن شاء الله بدي أروح يا بابا أجيب لك ألعاب إن شاء الله يعني رايح أسوي شايف الشارع هذا مفروض يكون ملان سيارات وملان ناس لأنه أجواء عيد لكن مع التصعيد ومع الوضع إنه خطير ما فيش حدا بيطلع إحنا وصلنا قلب الشمال السوق هذا الناس موجودة في السوق وطبعا مش فايتها وهي حلويات العيد والله حط لي كيلو من هان وكيلو من هان الله يسعدك كل عام وانت بخير يسعدك يا رب طيب انا بدي اروح اجيب العاب لهاله العاب لهاله وساره طبعا نشوف ومالك نشوف ايش نجيب لهم في كهرباء يا خش محمد محمد خش تم استهداف برج الشروق بشكل كامل وتدميره واسقاطه ارضا كما تشاهدون الان هذا هو برج الشروق الذي تم استهدافه من قبل الطيران الحربي الاسرائيلي هذا هو ايش في قلبه هذا هذا ايش في قلبه ايش في قلبه سي فور ولا تي ان تي ولا ايش في قلبه لا ساكن مره مدنيه جايه عن هي فستان هاي طلع علي مره مدنيه جايه عن بنتها ومعها حامله بيجي 200 شيكل وحامله هذول ولسه بدها تنزل هيو هي محل ما بدها تفتح الباب وتنزل خمسه انا على هذول خمسه على المطرح استشهد غير المصابين اللي طلعوا مقطعين بس فيهم روح طبعا يا جماعه انا وصلت البيت وهني جبت لهالة وساره الاغراض وجيني هالة جبت لك هالة هذول العاب بسيطه بس عشان انت ما تخافيش طيب يلا هالة شاطره هالة هالة ايوه هالة فازت ايه هاي تنتين هالة تنتين يلا شوف مين كمان يلا ساره لسه واحده
يا ايش مالي هلا في صوت طيارة خفيشة العبي خفيش 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 خلاص تعال 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 خلاص 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 يا سارة خلاص 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 يا بابا خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله يلا خلاص خلاص رب خلاص 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 طبعا يا جماعة احنا هيك خلصنا فيديو اليوم لانه مش هنقدر نكمل معاكم هاي صوتها هاي صوت طيران خلص يا بابا خلاص خلص تخفيش طبعا احنا اليوم والإصابات والشهداء دخلوا علي أخوتي أخوتي اثنين شهداء اثنين شهداء أخوتي أخوتي يا أحمد ويوسف الله يرحمه الله يرحمه ادعوا لهم ادعوا لهم أمان ادعوا لهم قولوا اخوتي الدين
الله يرحم ابويا ان شاء الله الله يفتح له ابواب الجنه ويدخلون لما نحن نروح الجنه ان شاء الله ان شاء الله بنشوفه.